السلام عليكم يا اساطير، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم متسول ايغريكتي. المهم الدري في هذا الفيديو غادي يكون هو عباره عن تسريبات فري فاير. قبل ما ندخلوا للتسريبات اخوتي، تنبغي نهنا الكلان ديال كواشيما على الفوز ديالو في البطوله اللي كنا نضمناها. يعني الدراري اللي شاركوا فيها راهو ما عارفين كيفاش دازت. الله تكون نالت الاعجاب ديال الدراري اللي شاركوا بطبيعه الحال. الدراري اللي ما حالفهمش الحظ يشاركوا، يعني الدراري المره الجايين راه جايين بطولات اخرين، يعني واعرين شي حاجه نايضه اخوتي، وبشراكه مع الدراري عاوتاني ناضيين، الدراري اللي معروفين، الدراري كلكم كتعرفوهم، لا داعي نحرقوا عليكم شكون هما، نخليهم في السر ان شاء الله حيكون. ولكن دائما البطوله الاساسي اللي هو بلاك ايغريك تي ديما راه معنا ديما حاضر. الدراري اللي كيسولوني كيفاش نقدر نشارك في البطولات ولا الفعاليات ولا اي حاجه كديرها في القناه ولا في لاشين، الدراري ما عليكم الا تهبط يعني لتحت في الوصف غادي تلقى الرابط ديال الانستغرام ديالي، غتدخل غدير فولو تما تنحط يعني الاعلانات على البطولات ولا الفعاليات اللي كتكونوا يعني. ومرحبا بكم الخوت. نمشيو للموضوع ديالنا الاساسي اخوتي اللي هو التسريبات. في هذا الفيديو غادي يكون عندنا تسريب الحاضنه الجايه اخوتي اللي كلشي تقريبا راه ولا عارفها. ثاني حاجه اخوتي اللي هي وسكينات اللي ناضين، وايضا الفير باس 30 و31. الدراري نخليكم مع الفيديو تفرجوا فيه كامل، والدراري اللي مازال ما دار الاشتراك يبطي يدير الاشتراك وفعل زر الجرس ولايك الدراري وتفرجوا في الفيديو. مرحبا بكم. هنا لكم الدراري بعد الانتروداكشن. المهم اخوتي ندخلوا الاول تسريب الفير باس 30 اللي هو ده هو الوجه الاعلاني ديالو اخوتي، يعني فاير باس اللي اقل ما يمكن عليه نقوله هو ممتاز، يعني ما بيهش. هذا سكين الولد وسكين البنت، جاوا في تصميم زوين، هذا التصميم ديال البنت والدري مع المهم عنده واحد القبعه زوينه. الدراري غادي نشوفوا التسريب ديالو كامل وغادي تشوفوه معايا الدري. دابا يلا دابا ندخلوا ليه اخوتي. اول حاجه فيه هو السيف غادي يكون، والبانر، وايضا السياره، وشحال من حاجه غادي تكون فيه، الافاتار، اللبسه اللي كتكون ديما هذه ديال اللبسه ديال البنت بحال لا كازا دو بابل. المهم شي حوايج اللي مبتكره اللي زوينين الدراري. هذا سلاح، غادي يكون عندنا الشكاره اللي تقريبا ولاو كيجيو بحال عندنا الرقصه ايضا الجديده، الرقصه الجديده اللي تحطاش في السريبات، شحال من رقصه واللي تحطاش فري فاير ايضا جديده. وعندنا سكيطات الدراري، نرجعوا للافاتار عاوتاني وعاوتاني راكم كيما عارفين شحال حاجه. هو هذا السكين ديال الدري، الدراري مش غنقول لكم الدراري عجبتني الشعر، الدراري عجبني الشعر والسبرديله هذيك الشيء كامل تنهضروا عليه. اما بالنسبه للجاكيطه ناقصه ماشي بزاف. الحاجه اللي زوينه فيه هي السكين ديال البنت، السكين ديال البنت ديما الدراري كيسرعوها كوتشي الفاير باس 31، وهذا هو الاعلان ديال الفاير باس 31 ديال الرابر، حتى هو بحال شكل الرابر اللي كان جا في فاير باس ما قلتش بالضبط. المهم شي 6 ديال الفاير باسات اللي قبل كان فاير باس ديال الرابر جاو بحالو. وانتم كما كتشوفوا سكين ديال الولد وسكين ديال البنت، البنت بحال اللي فات غير هو مختلفه في القبعه اللي دايرين والشعر. المهم ندخلوا للتسريبات ديال هذا الفاير باس 31 اخوتي. كما كتشوفوا هنايا واضح تيشيرت ديال البنت كما العاده، وايضا هنا كاين البانر، وعندنا هنا العصيه الجديده اللي ديما يعني من ودا السياره، سياره ديال كات كات جديده، وايضا اخوتي الافاتار هذا ديال النار. هذا الصراحه ما عرفتش واش ديال اش هذا ديال النار. عندنا الافاتار الثاني ديال تصريح النخبه، وهذا التيشيرت ديال الهيب هوب، وهذا سكين ديال البنت، سكين اللي زوين دير بحال سكين الفرعون. والله اعلم الدراري اللي شاف بانه كيشبه الفرعون، هذه القبعه هذه الصفراء اللي تدير على راسها جايه بحال ديال الفرعون. المهم اخوتي نشوفوا هذا سلاح الدم، يعني الميد كيت ولا ماش كيت يقولوا لي اخوتي ما على باليش. وهذه سكيطه اخوتي ديال الرابر، سكيطه اللي زوينه يعني جات بحال شكل الجيتار، غادي تكون شي حاجه زوينه ومختلفه بعدا، ماشي بحال ديما يعني كل مره كيحطوا لنا نفس التصميم نفس التصميم. وهذه قنبله الدراري ديال الرابر ايضا، وافاتار اللي قبل منه هو غادي تشوفوه، وايضا هذا ديال جاك، وفلوتش بوكس الدراري كي داير يعني حتى هو بحال الهيب هوب، غير الاخر كان لا موف كامل وهذا لا. وعندنا ايضا شكاره ديال تصريح النخبه، يعني ماشي تصريح النخبه يعني فاير باس عادي، وتصريح النخبه هكا دايره يعني زوونه، يعني التقييم ديالها
7 على 10 الدراري زوين، يعني الثاني احسن من ليفل 3 اخوتي. وهذا السكين ديال الدري اخوتي كما كتشوفوا قدامكم، سكيلي زوون يعني جا زوون كامل، يعني الجاكيطه عندك تقييم ديال الجاكيطه اخوتي هي 5 على 10، ما ماشي شي حاجه. الكاسك زوون انديدرات ناضيين الصراحه، راكم عارفين الفوق جا بحال شي اخطبوط ما عندنا ما نقولوا، هادشي اللي كاين اخوتي. واحد شي حاجه زوونه اخوتي ان شاء الله من هنا القدام، يعني غادي هادشي غيزها وشحال من حاجه. المهم اخوتي هذا هو كان هو الفاير باس 31. دابا غندوزو لتسريب اخر اخوتي اللي هو تسريب الامير، يعني سكين الامير غادي ينزل، هو سكين الاميره يعني غادي ينزل بهذا الشكل هذا، على عباره عن حدث، يعني غينزل في حدث قريبا جدا اخوتي، غادي نقدروا ناخذوا منه اما كين اما غناخذوه فابور يعني باش نجمعوا شي توكن، ولا غناخذوه بالدياموند وغيكون شويه رخيص ما يكونش غالي ان شاء الله. وان شاء الله كل شيء ياخذوا، حاول اخوتي تاخذوا واحد سكين اللي نادر سكين اللي زوين. المهم ديدرات راهو ناضي، نشوفوا كيفاش هذا، شوفوا الكاسك اخوتي داكشي ديال الشيوخ الكبار داكشي ناضي زوين. التقييم ديالكم اخوتي انا نعطيه 10 على 10 اخوتي، شي حاجه زوينه ماشي، يعني 10 على 10 بالنسبه لي انا اخوتي، يعني بالنسبه للناس اخرين يقدر ما يعجبكمش. وايضا اخوتي غنمشيو لسكن الاميره، السكن ديال الاميره هو قدامكم غادي يبان دابا، ما عرفتش مالو شويه معطل، ها هو بان. المهم سكين ديال الاميره كنعطيها انا 8 على 10 حتى 7 على 10 اخوتي. المهم اخوتي كانوا مادو والفيديو ديالنا ديال اليوم عن التسريبات. دري كنشكركم بزاف على المشاهده حتى اللحظه هذه، الا كنتي مازال ما حطيتيش لايك ما تنساش اللايك، وبيصاوت في فيديو جديد اخوتي.